دكتور ثابت، يعني اداء اكثر من رائع للاعبي النادي الاهلي. الشوط الثاني قدر لاعبي النادي الاهلي يضيفوا 3 اهداف، سيطره تامه وكامله للاعبي النادي الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه. بصراحه التغييرات فرقت كتير بين الشوطين. هو كابتن عبد الحميد حسن نزل محمد رأفت ومحمد احمد سعد شيبه، وحول طريقه اللعب زي ما اتكلمنا بين الشوطين ل 4-2-3-1. كمان مع نزول يوسف جمال ناحيه اليمين، نزله ظهير ايمن ودخل ابراهيم عادل في وسط الملعب جنب احمد وحيد، وقدامهم بقى فارس خالد، فعملوا شكل كويس كله. ومحمد رضا ناحيه اليمين، وبرده هشام مصطفى ناحيه الشمال، وقدام طبعا كراس حربه. يمكن محمد رأفت برده نزل صانع العاب، ومحمد احمد سعد شيبه هو اللي نزل. توقعت انت بين الشوطين ان هي ممكن يتم الدفع بشيبه ومحمد رأفت، وهم فعلا نزلوا، يعني غيروا الماتش، يعني غيروا الشوط الثاني. بس انا شايف ان الشوط الثاني ممتع في الاجوان، وفي بصمه مدرب واضحه برضو في التمريرات. تمام، بدايه الهدف، بدايه في الاهداف، يعني لو جبنا حتى الهدف الثاني من بدايته جاي من 13 تمريره. كابتن معانا الاهداف دلوقتي 13 تمريره، كل ملخص فرص النادي الاهلي 13 تمريره ثم تسديده. ده الجون الثاني. الجون الثالث 4 تمريرات ثم تسديده. الجون الرابع 10 تمريرات ثم تسديده. في اصرار على البناء من تحت، في اصرار ان انا بعمل جيم استحواذ بشكل كويس، بعمل اكبر عدد من التمريرات عشان اخلق مساحه في ظهر المدافعين، في المدافعين بتوع طلائع الجيش. وده اللي حصل، في جراه، في شراسه اكتر. يعني انا شايف شيبه بالنسبه لي مفاجاه في ادائه النهارده، احسن من السنين اللي فاتت، ان هو ينزل ويتوقع كوره ويسجل. لا، مهاجم هداف. محمد رأفت كان بيلعب راس حربه طول السنين اللي فاتت، في بعض الاوقات برده كان بيلعب صانع العاب. السنه دي الكابتن عبد الحميد موظفه كصانع العاب. يوسف جمال انا مش عارف قاعد احتياطي ازاي. يوسف جمال هايل هايل هايل، اللي هو نزل الظهير الايمن، لعيب ممتاز، عمل جبهه كويسه ناحيه اليمين وعمل عرضيات كتير كويسه. ابراهيم عادل لعيب جوكر، وقت ما احتاجه باك رايت في بدايه الشوط الاول ادى فيها بشكل كويس. برضه في لما دخل في وسط الملعب في الشوط الثاني عمل اداء هايل. احمد وحيد الجندي المجهول بتاع الماتش اللي في وسط الملعب، لعيب بيجري كتير جدا، لعيب هو حلقه الوصل للفرقه كلها، وهو اللي بيعمل الربط.